في أحلك الظروف وأقساها لا يجدون صعوبة في انتزاع ابتسامة من براثن الألم، حاملين عبواتهم الفارغة ومتجهين إلى حيث يملؤونها، متقمصين رجولة تؤجل طفولتهم إلى حين عودتهم بها ملأى إلى عائلاتهم العطشة. جانب من حياة أطفال غزة بينما يخفت صوت الموت لبرها، التقطته كاميرا إرم نيوز بينما رافقتهم في رحلتهم اليومية. فيش سيارة، فيش بنزين، فيش صلاة، حتى فيش خبز للصلاة، صلاة للمخارز فيش، فيش سيارات، الناس صارت تمشي ماشي. أما من هم في موقع المسؤولية ويدركون حجم المأساة، فتفارق الابتسامة وجوههم لتحتلها كآبة تعيث فيها حزناً وغضباً وقلقاً مما ستخبئه الدقيقة التالية من عمر يومهم الذي لا يضمنون أن يمضي عليهم وعلى أحبائهم بسلام. بلاش في كل العالم، فبترجح كل العالم يتوفروا للصلاة والبنزين والأدوية راكسة عنا. يعني أنا اليوم شفت عيالي وولادي، كل مرة مش هشوف الوضع عايشين إحنا فيه مأساة، أنا عايشين في مأساة على الرسم. وإن حالفهم الحظ بنهار جديد وكان ما يزال في العمر بقية، يعودون إلى همومهم اليومية التي تنوء عن حملها الجبال. استمر قطاع التيار الكهربائي ولفت الكمية المجهود، سيتم تحويل هؤلاء الأجسام إلى مقابر جماعية، لأنه بدون الكهرباء لا يستطيع إنقاذ هؤلاء المصابين، لأنه كما تعلم أخي الكريم في الكيمياء الصناعية يعمل بالكهرباء المكن الذي أو الأجهزة التي تقوم بعمل غسيل كده للمرضى، كذلك الأمر بالنسبة للعناية المكثفة، أجهزة التنفس الصناعي أيضا تعمل بالكهرباء، أيضا بالنسبة لغرف العملية لا يمكن العمل بدون إضاءة وأيضا تشغيل أجهزة التكثيف.